من بغداد مع مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. 90% من الأراضي استعيدت بعد ما كانت تحت احتلال داعش، ما استعيد، ما التحديات التي بقيت أمام أيضا القوات العراقية بهذا الإطار، وما بقي، ما صعوبته؟ نعم، بكل تأكيد هو ما تحقق من إنجاز كبير على المستوى العسكري للقوات الأمنية العراقية بتحرير 90 أو 91 أو 92% من مدينة الموصل أو محافظة نينوى. بكل تأكيد يعتبر هو الضربة الأكبر لأكبر عصابة في التاريخ، وهي عصابة تنظيم داعش. بكل تأكيد أيضا هناك ما زالت تحديات تواجه القوات الأمنية، هي التحديات الإنسانية في كيفية الحفاظ على ما تبقى من 200,000 مدني في منطقة الموصل القديمة، وكذلك الشفاء والزنجيلي. التنظيم لم يخسر منطقة جغرافية فقط، بل خسر منطقة معنوية هي معقله الأساسي في العراق وربما في كل مناطق تواجده. لذلك يعني العناصر الذين تبقوا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم هم ليسوا سوى أشخاص يحاولون الفرار أو ينتظرون فرصة لمواجهة القوات الأمنية العراقية حتى يلقوا مصيرهم. ولكن ما زال يشكل خطرا داعش. الخطر الوحيد الذي يشكله عناصر تنظيم داعش حاليا هو في موضوع المدنيين، دروعا استخدام مدنيين دروعا بشرية. عدا ذلك هناك تفكيك وتفكك داخل صفوف التنظيم، لكن بكل تأكيد حتى بعد تحرير الموصل ستبقى هناك تحديات في كيفية القضاء على خلايا التنظيم والعناصر الذين يثيرون الفوضى هنا وهناك. وفق سير المعارك، يعني قدر المستطاع محاولة القوات العراقية ألا تضر بالمدنيين، ومع صعوبة معركة الموصل القديمة، وكما قلت نتحدث عن تقريبا 1000 مدني هناك، عن أي عدد نتحدث بأنه لا يمكن مساعدتهم؟ يعني ما تبقى داخل المناطق التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش 200,000 شخص. هؤلاء لو لاحظتم تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم تحدث عن اضطرار بعضهم إلى أكل القطط والطيور بسبب الجوع الذي يضربهم، على اعتبار أن التنظيم يفرض حصارا غذائيا عليهم منذ 6 أشهر تقريبا. كما أن الحكومة والمنظمات الدولية لم يرسلوا المواد الغذائية عبر الممرات الجوية لتلك العوائل. لذلك استخدم التنظيم طيلة هذه الفترة الحصار الغذائي كورقة للضغط على العوائل للانتماء إليه، لكنه لم ينجح لأن العوائل عرفت وأصبحت على يقين بأن هذا التنظيم انتهى وجوده في تلك المناطق. نعم، شكرا لك. من بغداد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي.